بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كيف لا يخاف العبد من الله جل وعلا وهو يقرأ كتاب الله وما ذكر الله عز وجل فيه من الآيات حين يقف العباد بين يدي الله رب العالمين يقرأ في كتاب الله ما يحصل يوم القيامة من تلك الأهواء ومن تلك الأحداث ومن تلك الأمور العظيمة التي تشيب لهولها رؤوس الولدان. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهورا. كيف المقيم على الذنوب دهورا. تسجيلات دار الحديث سيحوت حرسها الله تعالى تقدم لكم الخوف من الله سبحانه وتعالى للشيخ الفاضل أبي إدريس قائد بن صالح الضالعي حفظه الله تعالى. والآن نستمع إلى المادة المذكورة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله إن من أجل العبادات وأعظمها مما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قلب المؤمن عامرا بهذه العبادة متحليا بها متصفا بها كان قريبا إلى طاعة الله بعيدا
بعيداً عن معصية الله، مراقباً لله، محسناً إلى عباد الله، يتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما يستطيع من أجل رضا الله رب العالمين، وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة أيها المسلمون هي صوت الله الذي يسوق الله جل وعلا به عباده إلى حيث يشاء. نعم أيها الإخوة المسلمون، أمر الله جل وعلا بها في كتابه فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله أيها الإخوة المسلمون يثمر في قلب المؤمن الإيمان، يثمر في قلب المؤمن المراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحمله على دوام الطاعة وعلى دوام المراقبة. نعم أيها الإخوة المسلمون، فطالما أن العبد خائف من الله جل وعلا فلا يقدم على معصية الله ولا يتجرأ على مخالفة أوامر الله، فما تجرأنا على المعاصي إلا بسبب خلو القلوب، إلا بسبب نقص هذه العبادة من قلوب كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجرأ العاصي على معصيته، تجرأ آكل الربا على أكل الربا، تجرأ الكاذب على كذبه غير مراقب لله، تجرأ المتهاون في شأن الصلاة على النوم عنها والتخلف عنها، تجرأ العاق على عقوق والديه وعدم الإحسان إليهما، تجرأ العاصي على معصيته عموما بسبب عدم وجود هذه العبادة وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة في الله، نعم أيها الإخوة المسلمون، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين وسيد المتقين وسيد المتورعين عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. على رغم كثرة طاعته لله وعلى رغم كثرة عبادته عليه الصلاة والسلام، كان أكثر الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه عرف الله، ومن عرف الله خشاه، ومن عرف الله خافه، ومن عرف الله سبحانه وتعالى امتلأ قلبه خوفا من الله جل وعلا، امتلأ قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة المسلمون، فقلب المؤمن عامر بالخوف من الله جل وعلا، فلذلك تجده بعيدا عن مخالفة أوامر الله، تجده قريبا من المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة المسلمون، هذه حقيقة، هذا أمر وقع فيه الكثير من الناس، وقع فيه كثير ممن لم يقف مع نفسه وقفة ليتذكر
قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، عندئذ يشتد خوفه من الله ويثمر ذلك الطاعة، ويثمر ذلك الطاعة لله سبحانه وتعالى، ويثمر ذلك عدم التجرؤ، عدم التجرؤ على معصية الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما الذي حمله على عدم معصية الله جل وعلا؟ ما الذي حمله على عدم التجرؤ على هذه الفاحشة مع أنه في مأمن عن الناس، مع أنه في حماية هذه المرأة، مع داعي جمالها؟ وشاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لها منصب ولها سلطة ولها قوة ولها جمال يجذب الرجال إليها، ولكنه كان مراقبا لله خائفا من الله سبحانه وتعالى، فلم يتجرأ على هذه المعصية، فلم يتجرأ على هذه الفاحشة، قال إني أخاف الله، فقدم الخوف من الله، فسلم من الوقوع في معصية الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بسبب خوفه من الله جل وعلا، فيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. انظر إلى الثمرة العظيمة التي نالها أمثال هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، صاحب هذه العبادة والمتحلي بهذه العبادة في الدنيا بعيد عن معصية الله لأنه خائف من الله. كيف يعصي ربا يخافه؟ كيف يعصي ربا يتقيه؟ فهو بعيد عن معصية الله، يتذلل بالعبادة من أجل الله ومن أجل أن يرضي الله، لأنه يخافه، لأنه يخاف الله تبارك وتعالى. فأهل هذه العبادة في الدنيا يعيشون في طاعة، في الدنيا يعيشون في طاعة، وأما في الآخرة فيعيشون في أمن وأمان، لأن الله تبارك وتعالى لا يجمع لعبد أمنين ولا يجمع لعبد خوفين، إن أمن الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة، وإن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. فانظر لنفسك يا عبد الله، انظر لنفسك يا عبد الله، أأنت من أهل الخوف في الدنيا، أم أنت ممن يكون آمنا من مكر الله جل وعلا؟ لا يجمع الله لعبد أمنين ولا خوفين، إن كان آمنا في الدنيا لا يخاف من الله، خاف يوم القيامة، خاف يوم القيامة حين يشاهد بعينه تلك الأحوال، وينظر بعينيه إلى تلك الأهوال، ويشاهد تلك الأحداث التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه،
وحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. خائف مما يشاهد يوم القيامة من تلك الأحداث. أما أهل الإيمان الذين خافوا الله في الدنيا فقد أمنهم الله عز وجل يوم القيامة يوم يخاف الناس، حين تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتصير منهم على مقدار ميل، فيشتد ضيقهم وتشتد كرباتهم، ومنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يبلغ إلى شحمة أذنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك الموقف الرهيب الناس خائفون، الناس مرتعبون، وأهل الخوف في الدنيا آمنون يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، كيف لا يخاف العبد من الله جل وعلا وهو يقرأ كتاب الله، وهو يقرأ كتاب الله وما ذكر الله عز وجل فيه من الآيات، حين يقف العباد بين يدي الله رب العالمين يقرأ في كتاب الله ما يحصل يوم القيامة من تلك الأهوال ومن تلك الأحداث ومن تلك الأمور العظيمة التي تشيب لهولها الرؤوس، التي تشيب لهولها رؤوس الولدان. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهورا، كيف المقيم على الذنوب دهورا؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ هذه حال الولدان الذين لم يذنبوا يا عباد الله، فما بالكم بمن عاش في الذنوب 30 أو 40 أو 50 عاما؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ كيف لا يأتي أو كيف لا يكون في قلبك الخوف وأنت تقرأ تلك الآيات العظيمة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنت تقرأ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كيف لا يكون في قلبك الخوف يا عبد الله وأنت تقرأ قول الله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت؟ كيف لا يكون في قلبك الخوف وأنت تقرأ قول الله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت؟ علمت نفس ما أحضرت.
كيف لا تخاف الله يا عبد الله وأنت تقرأ في كلام الله؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. كيف لا تخاف الله يا عبد الله وأنت تقرأ هذه الآيات العظيمة التي تشيب لهول ذكرها الرؤوس في الدنيا؟ فما بالك إذا عاينت ذلك يوم القيامة؟ أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، الذي ينظر في كثير من سور جزء عما ثقفت مما يكثر قراءته من أول سورة النبأ، ورب العزة جل وعلا يذكر لنا تلك الأحوال ويذكر لنا ذلك اليوم الرهيب الذي يقف فيه العباد بين يدي الله رب العالمين، في يوم يبقى فيه العباد في ضيق وضنك وشدة وأحوال عظيمة لا نستطيع أن نتصورها في الدنيا. ولكن من أراد أن ينظر إلى هذا اليوم رأي عين فليقرأ سورة التكوير، وليقرأ سورة الانفطار، يقرأ في هذه السور في سورة المرسلات، ورب العزة يذكر لنا تلك الأحوال العظيمة والمواقف الرهيبة. فعندئذ أيها الأخ الكريم، ربما إذا كان قلبك صادقا موقنا مؤمنا ستجعل في قلبه هذه العبادة، عبادة الخوف التي تثمر مراقبة الله ومداومة طاعة الله، التي تثمر البعد عن معصية الله. أيها الإخوة في الله، ربما إذا نظرنا إلى أحوالنا في الدنيا، وهذا ربما يخاف معلمه وذاك يخاف أباه أو أخاه الأكبر لأنه يعاقبه إن ارتكب مخالفة فيحمله ذلك على الاستقامة. ربما يخاف في الدنيا عصا، فما بالكم أيها الإخوة في الله، فما بالكم بعبادة الخوف من الله جل وعلا؟ ونحن نعلم يقينا ولا نشك في ذلك، ومن شك بذلك كفر، أننا سنقف بين يدي الله رب العالمين، وسيحاسبنا الله جل وعلا على النقير والقطمير وعلى الصغير والكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كنت متحليا بهذه العبادة فانظر إلى هذه الثمرة، هذا في الدنيا يا عبد الله، تثمر لك الطاعة، عدم أكل الحرام وعدم فعل الحرام، وكثرة ما يقرب إلى الله جل وعلا، فما بالك بيوم القيامة؟ ماذا جعل الله عز وجل وأعده لمن خافه في الدنيا؟ لنسمع إلى بعض ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان
ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل لمن خاف مقام ربه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين الأوليين. قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من نعيم، من هذا النعيم إلى آخر هذه السورة. ويقول الله جل وعلا ويبين الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويخافون يوما، أي يوم القيامة، كان شره مستطيرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعده لهم من ذلك النعيم. هذا أيها الإخوة في الله شيء يسير وشيء قليل مما أعده الله جل وعلا لمن خافه واتقاه. نعم أيها الإخوة المسلمون، فالمبادرة أيها الإخوة في الله، فالمبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وحذار من معصية الله جل وعلا. وكن يا عبد الله دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى، دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فذلك يورث التقوى، وذلك يورث المراقبة، وذلك يورث القرب من الله، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا سيعطيك ما وعدك فيما سمعت من تلك الآيات العظيمة. والله جل وعلا لا يجمع لك بين خوف الدنيا وخوف الآخرة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا متقبلا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنعام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.